السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة متتبع قناة شوف تي في. اليوم عندنا واحد القضية، ماشي هي قضية، هي جريمة قتل. كانت الأغلبية في الناس اللي كنا سولناهم اليوم تيقولوا بأن الضحية اللي تضرب البارح بالجناوي بالسيوف راه تقتل ومات. باش نقربوا متتبع قناة شوف تي في، معنا والد ديال الضحية اللي هو غيعاود لنا التفاصيل ديال الجريمة كاملة. عاود لنا كيفاش وقع في انتظار باش متتبع قناة شوف تي في باش يجري، باش غيجري مكالمة مع احد افراد العائلة، غادي يعطينا التفاصيل كاملة. انت بوت الضحية، انت سميتك عثمان. عثمان اها، و الدري اللي تضرب عندك شنو سميتو؟ مصطفى. مصطفى شحال عنده من عام؟ عندو خويا 18 عام و 19 عام. غتعاود لينا السي عثمان التفاصيل كيفاش ولدك، هذه محاولة ديال القتل اللي تيقول الأغلبية قالوا بأن راه تقتل. حنا بالدور ديالنا كقناة ديال شوف تي في ربطنا اتصال ببعض المسؤولين، أكدوا لنا بأن الضحية راه في الإنعاش، في حالة خطيرة، راه تلقى العلاج ولا باقي تيتلقى العلاج، في انتظار فتح التحقيق في هاد الملابسة، في هاد القضية. تنخليكم مع والد ديال الضحية، غادي يعاود لكم التفاصيل كاملة ديال الاعتداء، محاولة القتل، كيفاش حتى تضرب ولده، وكيفاش حتى مشى عندهم للدار، وكيفاش كانوا بغاو يقتلوه. دابا سيدي، دابا السيد ودي واقف، والبارح نهار الأربعاء واقف ولدي في موتور، جات طوموبيل بيضة جديدة، ويفزع عليا الدري الزقل. تبعت الكمبيوتر موطور تفصل سنتر واو بوراق غير كلشي تفصل. واحد مول اش صاحب ولدي الكبير، ولدي مشلول، حين ولدي مشلول في الحبس، مي الوقت مقدمين قانون على ولادي. كمل عطينا غير التفاصيل كيفاش تضرب ولدك. هي قالت سيدي الاخر ديت الطوموبيل فزعو، واحد مول اش صاحب ولدي ويتبعو، تبعو شد ليه النمرة، مشد ليه النمرة المطامر وعيها تبعتو من الماطوش ديال النمرة، مطمر ويرجع وسب الدراري على الدري ودي. شوف ولد عثمان، صافا خويا حنا نصاوبك موطورك، عندك بلاك الجريك، سمح لينا لا مطروبيل اسكت بليز، تابعينو البوليس، مطروبيل تابعينو البوليس، سمح لي ولد عثمان غدا ان شاء الله نصاوبك موطورك، عندك بلاك. ولدي جا بالعكاز، مشى للدار، جا مع الصباح بقى معايا في الباركين. القصه كيما شفت قصاريه، بقى ولدي مليش عدو، ولدي ويمشي عدو، تمشي الجوج مع الوحده ويمشي عدو. قال لي خويا انا راجل دوز معاك كلمه، صبي خو موطوري وزي بلاك الجزيه، بلاك ما ديري ليا صبي موطوري. الله يشكل مات، تجاو شي وحدين بالسيوفه والجناب بقى كيضربو فيه، يشلخو فيه، ظهرو كامل، دابا ضاربينو الجري، ولدي بوحال يعيش. كتلهم سيدنا اللي يخلي لينا ولا يحفظه ولا يشافيه ولا يعلي درجته ولا يخلي لينا، واش شد لي حقي مع ذاك المجرم ضرب لي ولدي. هما شحال من واحد ضربوه؟ ضربو خويا جوج، هما الطوموبيل والثالث، وجا من الطوموبيل غمق على المرا، قال لي ما مشي انا وانا المرا عندها دمدومه، اللي هند عليها قلت لي صافي انت ابا، ولكن الكانار جي مع الطوموبيل. قلت اخويا الكانار مين جاي مع الطوموبيل؟ واش يحسب ولا الله اعلم اخويا، ملي زقلو حرش عليه، مي الكانار اخويا جي مع الطوموبيل، انا كنطلب مي الوقت شدو يما الطوموبيل، مي الوقت كاينين عاد في لابيجي كاينين، ما كاينش الدكاكة ما كدوش عليه. دابا انت كيما قلتي لنا قبيله، قلت لي انايا غير خدام غير في الانعاش في البطالة كاريبيت غرفة. إلى حنا كيما تتشاهدوا متتبع قناة شوفي، قناة شوف تي في، حنايا في الغرفة ديال بات الضحية اللي هو خدام في الإنعاش بما يسمى البطالة. تيقول لك ولدي يعني عملية مدبرة، جريمة القتل، تصفية حسابات، يعني أعطينا تحاول تعطي المتتبع ديال قناة شوف تي في تعطيت اشنا هي هذه، واش تصفية حسابات، واش بغى يقتل ولدك، واش ولدك كان عنده معاهم شي حسابات، او اشنو كاين؟
قول لنا الساعة 8. واخويا اش نقول لك، انا كنطلب طلب الله وسيدنا وما الوقت. دابا ولدك في حالة خطيرة خطيرة بوحالي عيش. كاين هو دابا ميرزقو في عند الباعه اخويا البارح، اش نقول لك قايمين على شحال كنت مسكين، دري زوين وصغير وعزيز عليا، جاب ليك راك يجيو قلبي وخوتو في الحبس وخوتو شدودي. وكنطلب نطلب الله وسيدنا باغي يقف معايا ويكون معايا بحال ولدي. دابا هو اشنو داروا لي في السبيطار دابا؟ اشنو محتاج عمليه؟ داروا لي عمليه فين مضروب؟ عطينا قربنا الواقع بكل دقه ديالها. جاب اربع ضربات في ظهره، كنت ضربه ضربه دابا في جري جا من اللور قال لي فصل فيه بجناو. هو معلم ما عرفت اخويا باش معلم السيد اللي ضربه. دابا واش غيديروا لي عمليه؟ العمليه بات السبيطار كاع عمليه كاع 6 مليون في 6 مليون يجيبها لي خويا. هذه في واش هذه غيديروا لي عمليه في السبيطار بريفي ولا ميريزكو؟ بريفي كاع 6 مليون ما عندناش دابا لا حول. ميريزكو ميريزكو حتى هو عالم بلاد ما منشور، طب ما كاينينش سيكيريتي فرعنين، ما تدخل بمشقه تتبوس لي راسه ولا لا تدبر عليه على الدخل. وولدي ولدي ما بغيتش يخلينا ندخل عندو كشيف اخويا. انا ولدي اخويا سيكيريتي. دابا قبيله قلت لنا حنا قبيله قلت لنا بان راه بغا خصو يديروا لي عمليه على رجليه. جريح ديال اش عمليه اخويا؟ ما حيد نضرب العصب كما كيما 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 مخمم جالي كامل حلو من الجري الجري بوحال بقا يشد فيها. دابا سي عثمان حنا ما عطيتيناش الواقع، واش هاد الموطوموبيل هاد جوج ضربوا بالسيوفه واش كان عندهم معاهم شي حسابات من قبل؟ اخويا اش نقول لك؟ الله اعلم الله لك يعلم. حيت الموطوموبيل زقلوا في الاول ملي ما حكموش زعما قال لك نسق موطور ونديك بلاكا. دابا كيفاش ولدك تعرف موطوموبيله؟ واحد الدري مول اش اش ملي ضربوا ولدي تزقل الضربه جات في الموطور ولا كامل تعوج هرب من الطوموبيل مول اش اش صاحب ولدي اللي مشدود صاحبه هو يتبعها تعوج ليه النمره مش ليه النمره ولا طلعها ولقاها دخل في التليفون. هذه خير من الطوموبيل دخل فيسبوك وما تيقول لي دخل الطوموبيل دخل النمره ديالو ويجبد الطوموبيل يجي واحد جوج دراري يجي واحد ولدي بي كيهندو عليه شوف ولد عثمان حنا غنسوق موتورك عندك بلاكه هذاك من الطوموبيل هربنا للبوليس هربنا للبوليس صافي الله يرحم الوالدين. ودي مسكين حنين قال لي خويا انا صابي موطوري ودي بلاكه الجريه انا مسامحك بلا ما نجيو مي الوقت. قال لي صافي الغدا معاه مع الصباح يجي عندو في السباته قصاريه ما جاش عندو. ولدي وين لحق عليه؟ لحق عليه ماشي لوحدي مع واحد اونس. من لحق عليه قال لي فين اخويا الكلمه؟ نزل معاك الكلمه صابي موطوري ودي بلاكه الجريه. اخويا خرج من المسطارات والسيوفه لكن صرخوا لي في ولدي اللي صرخوا فيه مسكين دري زوين باقي صغير الله عنده 18 عام ويدير مع ولدي الكبار. دابا سي عثمان اشنو تطالب نتايا؟ حق ولدي اخويا كنطلب اللهم ولي الوقت شدوا لي حقي ديال ولدي لا بي جي ماشي ديال السباش اللي حقي حق ولدي اخويا. وعاش الملك الله يخلينا سيدنا عاش الملك الله يخلينا سيدنا عاش الملك. انا كنطلب من الله ومن الملك بغيت لا بي جي شد لي حقي حق ولدي. لابيجي راه كاينه كتخدم كاينه ويشدو لي حقي. هذا كاين زعما ولدي معني معني بشي ختو مع بشي عمو معني بيه شي واحد ما كيدوي معاه في كحاله. سي عثمان عاودينا في اشمن بلاصه تضرب ولدك؟ جيت اخويا من السعوديه. من السعوديه فين كاينه؟ واش تاخد مديون شي حاجه تابعه السباتة جميله جميله واحد ولا جميله جوج؟ لا خويا ما عرفت اخويا انا جيت شحال شهر عرفت جميله 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 واحد الدائره 21 ولكن كاين واش تضرب هو تماك تضرب في الدب؟ تم في الدرب تاع الطوموبيل ماشي تفهم معاه بيصاوب لي موطورو تيخرج يخرج الكلام مضروب الكنار الكنار نيجي مع الطوموبيل. دابا هو مشى غير عندهم باش يصاوب باش يمشيو يصاوبوا لي يصاوبوا لي يصاوبوا لي الموطور يصاوب لي الموطور ديالو وديه يداويه حتى خرجوا لي بالسيوفه والجناوي كما تقول نتايا. اذا هذه تصفيه حسابات الله يرحم الوالدين. دابا متتبع قناه شوف تي في عاش الملك. كما تشوفوا ولد الضحيه تيكسر واحد الغرفه اللي هي غرفه صغيره انا مابقاش نقربكم
هذا ما في الزبالة اخويا، مقودة عليا انايا، عاش المال. تبغي تهدر تقول شي شهاده في حق ولدو، تنعرفو الدري الصغير نعرفو مزيان، تبغي تهدر؟ تبغي تهدر تقول بان تنعرف الدري الصغير عندو تعرف ولدي؟ اه باقي اش اش يعني؟ اش وعدتي؟ باقي صغير محقق نقول اه وعدتي مورا سير سير تمام سير 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 نزيد شويه دخل شويه باش تعطيني تعطيني الضوء. قول لي انت الجار ديال بوت الضحيه اللي هو عثمان، اشنو انت تشوف على الدري؟ اشنو سميت الدري؟ مصطفى. مصطفى ولدو اللي تيقول لك هو باقي عنده 18 عام 19 عام، اشنو انت كيف كان تيبان لك ولدو؟ كيف تشوف هذا الاعتداء اللي تعرض اللي تعدوا عليه؟ كنا بغا يقتلوه، اشنو بغيتي تقول؟ الدري باقي صغير وواهي، كيحترم الناس اللي كبر منه مربي. ومن اللي سمعنا هادشي راه لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. اه هذا هو اللي كاين. متتبع قناة شوف تي في، هادي الشهادة ديال الجار ديال ولد الضحية اللي هو تيكتر واحد الغرفة صغيرة. كيما تشوفوا الأب راه تيقول كان خدام في الإنعاش في الحالة ديالو في البلدية. البلدية كنشطفو. تنتمنى من المتتبع قناة شوف تي في تفاعلوا مع هاد اللايف، وطلبوا الله سبحانه وتعالى هاد الضحي اللي هو سميتو مصطفى باش ربي يشافيه، لان انا باه تيقول لنا بان ولدي ربما غيموت. ياك سي عثمان؟ اي اخويا خطيره، ضربه خطيره. تنتمنى من المتتبع قناة شوف تي في دعيو مع مصطفى، راه دابا راه داخل قسم ديال الانعاش، قسم ديال العمليات بمستشفى ابن رشد اللي هو ميريزكو، و تيقول لك بان البارح راه دارت لي عمليه، دارت لي عمليه ياك؟ بظهرو وقال لي جي باقي، جي لي خايبه. دارت لي عمليه. عصبوا العروق. دابا عنده عمليه في رجليه. تنتمنى من المتتبع قناة شوف تي في يعني تفاعلوا مع هاد اللايف. دايو مع الطفل اللي هو باقي تيقول لك 17 سنه شاب، حنا تنقولوا شاب. تنتمنوا من الله سبحانه وتعالى باش يشفيه، باش يخرجوا لوالديه بخير وعلى خير، وفي انتظار ما تصفر ما غادي تصفر عليه تحقيقات ديال الامن. تنتمنوا الشفاء للضحي اللي هو مصطفى، تنتمنوا حتى الاسره ديالو، تنتمنوا حتى هما يطلبوا من الله سبحانه وتعالى ان الكبده ديالتهم. الام كاينه ام تيقول لك واقف في السبيطار، الاب ها هو كما تشوفوا نتوما خدام غير في البطاله، تيقول لك خدام هنا في الزبل كينتظر عده مكالمات باش يمشي باش يشوف ولده. وهادشي اللي هذا اول مستجدات ديال القضيه ديال الشاب اللي تعرض لمحاوله القتل وضربوه بالسيوفه.